المتعة مضمونة، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا في متابعة تغطيتنا الحصرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، الأمطار تتساقط، الأجواء جميلة جدا هنا في الأنفيلد حيث تقام هذه المباراة. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، الكل في انتظار انطلاقة هذه المباراة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سيكون فريق ليفربول في مواجهة سيتيزنز مانشستر سيتي. كل شيء رائع الحقيقة، نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. نبدأ تشكيلة ليفربول الواضحة على الشاشة، أليسون بيكر في حراسة المرمى، روبرتسون سير عم ألكساندر أرنولد في مركزي الظهير، تياغو ألكانتارا سيبدأ مع فابينو في قلب الوسط، ورأس حربة وحيد يتواجد في تشكيلة الفريق اليوم. هذه هي التشكيلة الأساسية للسيتيزنز في مباراة اليوم، في المرمى راح يتواجد إيدرسون، لابورت سيلعب إلى جانب روبن دياز في الخط الخلفي، دي بروين سيبدأ مع رودريجو في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد هالاند. انطلاقة المباراة من عند السيتيزنز. هدف لمصلحة الليفر، هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الكرة تعود إلى ليفربول، يا سلام على التمريرة، محمد صلاح، أيوه هدف هذا، يا الله، على هجوم وعلى ضغط، هدف بعد هدف يؤكد التفوق والتقدم. رح نشوف الهدف مرة أخرى بداية من هذه التمريرة البينية، ومن ثم الإنهاء المثالي للكرة بتسديدة مهارية وتوجيه في منتهى الدقة. فرحة القلب تجعل الوجه سعيداً كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب، اللي تنعكس أيضاً مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفي، يتقدم بالكرة، أوهو، الفارق يتسع، الهدف يسجل ويوصل إلى 3 أهداف، يا له من هجوم. نشوف الإعادة والهدف، خطأ قاتل من اللاعب في مكان لا يمكن أن ترتكب فيه أي أخطاء، لا مجال للتصحيح، العقاب سيكون فوري دائما. المدرب الآن بدأ يفكر في حلول، لكن أيضا واضح اليأس بدأ يتسلل، النتيجة تؤثر عليه بشكل سلبي. 3 أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية، تقدم مريح جدا ب3 أهداف كاملة. هذه كرة هدف الآن، لابد أن يتصرف. أوهو، الكرة في المرمى، الفارق يتسع ل4 أهداف، أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة.
نشوف إعادة الهدف ونشوف البينية الخطيرة اللي باغتت الدفاع، ثم انفراد صريح اثنين على حارس المرمى لتكون المحصلة هدف لم يكن بالإمكان منعه بالتأكيد. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. خيارات كثيرة متاحة أمام الكنتارا، كرة هدف الآن والتسديدة لا تمر، أي شجاعة في الاعتراف. يا الله اكتمل الهاتريك، الله على الأسطورة، على الحسم، على الخطورة. أوهو هاتريك ورقم شخصي مميز في المباراة، قد نشاهد المزيد في الدقائق المقبلة. في يأس واضح على المدرب، والنتيجة أيضا تنعكس على تعابير وجهه. خماسية نظيفة. نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. بينية جميلة جدا قد تصبح خطيرة. مستحيل اللعبة، كم أصبحت الغلة الآن، ما هذا الهجوم، ما كل هذه الأهداف، الله على روعة الأداء الهجومي. انتبع لقطة الهدف من بدايته، كرة عالية مرت من فوق المدافعين، والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. كما نشاهد ونتابع شوط أول من طرف واحد، من الصعب على الفريق الخصم أنه يعوض هذا الفارق من الأهداف في الشوط الثاني. يفعلها مرة أخرى ويسجل ثنائية في رصيده في هذا اللقاء، ويفكر في المزيد. نشوف لقطة الهدف مرة أخرى، عرضية لعبها بدقة لزميلة لتصل بعدها الكرة خطيرة إلى رأس محمد صلاح، واللي حولها ببراعة إلى المرمى. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين، شاهدنا فريق مسجل وفريق آخر يستقبل الأهداف. فرصة خطيرة الآن، فرصة كانت تبدو واحدة لكن في النهاية الكرة بتتحول إلى ركلة مرمى. الشوط الأول يقترب من نهايته، وليتقدم فيه ليفربول في النتيجة بشكل مريح هنا، مما يجعل يخرج لفترة غرفة الملابس وهو بعيد عن الضغوطات. شوط لن ينسى بكل تأكيد بسبب التألق غير العادي في أرضه. بينية بتعدي خلف الدفاع. يا رب هذا لا يحدث كل يوم، هدف من عالم آخر، هدف مستحيل، كرة قدم بكل مهارة، بكل روعة، بكل إبداع. نشاهد مرة أخرى هذه اللقطة، شوف كيف نفذ اللمسة الأخيرة، تتكلم عن الفنية، تتكلم عن المهارة، تتكلم عن النهاية، تتكلم عن التنفيذ، الله على هذه الحركة. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم، واضح أن المباراة تنتهي. تدخل قوي، 3 دقائق كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. شوط أول إذا مشاهدينا ينتهي هنا. يا سلام على التمريرة محمد صلاح.